فرصة ذهبية من الإسكان، شهرين لاستلام الأراضي. وزارة الإسكان قررت تمدد مهلة استلام الأراضي السكنية الصغيرة لشهرين كمان. القرار ده صدر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللي بيرأسه وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني. والمهلة الجديدة هتبدأ من يوم نشر الإعلان في الجرائد، واللي بتشمل الأراضي السكنية الصغيرة وكمان أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج، باستثناء أراضي ابني بيتك. لكن علشان تستفيد بالمهلة لازم الأرض تكون جاهزة للاستلام ومفيش أي مشاكل أو قضايا متعلقة بيها، ولازم كمان تدفع أي مستحقات مالية بالأعباء من تاريخ الاستحقاق لحد يوم السداد. بس خلي بالك، المهلة دي مش هتأجل الأقساط اللي عليك، ومش هتنطبق على الأراضي اللي تم تسعيرها من جديد وتم سدادها، ولا كمان على أراضي ابن بيتك. بالنسبة للي لسه ما استلمش، قدامه شهرين وياخد الخطوة دي، بس لازم يكون ملتزم بالشروط اللي الهيئة أعلنتها.